تعالوا نروح بقى للجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اللي منح اليو ديانج لاعب الفريق راحه اليوم من التدريبات بعد عودته طبعا الى القاهره وانتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كاس الامم الافريقيه المقامه في كوت ديفوار. حصل ديانج على راحه النهارده بس على ان ينتظم غدا ان شاء الله في التدريبات استعدادا لمباراه شباب بلوزداد الجزيره. لعيب مهم طبعا يعني لعيب من اهم اللعيبه في الفرقه. وبالمناسبه الاهلي خلال الاسبوع كان له تجربه وديه فاز فيها على نادي سموحه بهدفين سجلهم الفرنسي مودست اللي فايق جدا 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 الفتره الاخيره دي وشارك مع الاهلي في حسم لقب السوبر المصري للانديه الابطال طبعا في الامارات. يعني عامل شغل يعني نتمنى ان هو يستمر في ده. اللاعب كبير واسم كبير فنتمنى ان احنا نستفاد من ده وهو فايق الفتره دي. كمان خالد بيبو مدير الكره بالنادي الاهلي اشاد بالتجربه الوديه اللي خاضها الفريق امام سموحه مؤكد على اهميتها في اطار التحضيرات لمواجهه شباب بلوزداد الجزائري. طبعا مباراه مهمه في دوري ابطال افريقيا فاكيد ليها تحضير خاص. يعني قال بيبو ان الفريق خاض مباراه جيده امام فريق قوي ساعدت الجهاز الفني على وضع التصورات الخاصه بالمرحله المقبله اللي بدات بالفعل بمعسكر الامارات اللي اقيم مؤخرا. وطبعا المعسكر ده كان خلاله فيه مباراتين. اضاف بيبو ان جميع اللاعبين ظهروا في حاله جيده وحاله فنيه ممتازه في مباراه سموحه بالاضافه الى استمرار أنتوني مودست في التهديف بمعدل مميز. كمان كابتن خالد بيبو اطمأن على البرنامج العلاجي لحارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر الاول محمد الشناوي اللي رجع من المانيا. وفي نفس الوقت الاسبوع ده شهد انضمام عمر كمال عبد الواحد لتدريب الاهلي وانضمام الحارس الجديد المنضم على سبيل الاعاره محمود الزنفولي. واحمد عبد القادر بدا كمان في مرحله الجري كمان حوالين الملعب. ووسام ابو علي بيواصل مرحله التاهل بعد الاصابه الخفيفه اللي تعرض ليها. تعالوا بقى ايه زي ما حضراتكم شايفين طبعا هو مران الاهلي النهارده. كابتن خالد بيبو كمان انهى كافه الاجراءات الخاصه بالسفر للجزائر ودي كانت كل اخبار فريق الكره خلال هذا الاسبوع. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هو يعني الفرقه شبه مكتمله ما فاضلش غير اليو ديانج بكره هينضم هو بيرسي تاو خلاص انضم. يعني خلاص الفرقه شبه اكتملت. عندنا لقاء قوي جدا عايزين نركز فيه. الجهاز الفني الفترة اللي فاتت دي استغلها كويس قوي سواء بمعسكر الإمارات أو بالماتش الودي اللي تم هنا في القاهرة في استاد السلام. كل الأجواء بتساعد الفرقة إن احنا إن شاء الله نعمل موسم كويس بقى ونستكمل موسم كويس. احنا يعني واقفين في حتة كويسة. احنا أول مجموعتنا في دوري أبطال إفريقيا محافظين طبعا على ترتيبنا في الدوري. كل الأمور دي عايزين نحافظ عليها. النادي الأهلي قدره إن هو دايما ما بيبصش غير على المركز الأول ومنصات التتويج. فبالتالي عندنا ضغوط كبيره عندنا تلاحم في المباريات. الفتره اللي احنا وقفناها دي خلي بالك يعني احنا ريحنا وخدنا نفسنا وحاولنا نلم الفرقه ونحاولنا نعمل اعداد من اول وجديد. لكن الفتره اللي جايه بقى تقريبا كل 3 ايام هيبقى في مباراه. يعني الماتش اللي هيبقى بره ارضنا في دوري ابطال افريقيا تعويضا لده هيبقى في مباريات متلاحمه كتير جدا. هيرجعوا هيلعب ماتشين او 3 ماتشات في نفس الاسبوع كمان. فبالتالي احنا امام مرحله صعبه. عايزين كله يركز. عايزين دعم الجمهور في كل المنصات مش جمهور الملعب بس. احنا في الوقت الحالي السوشيال ميديا ليها دور وعامل كبير جدا. الاعلام الاهلاوي ليه دور وعامل كبير جدا. كل ده عايزينه دلوقتي حوالين الفرقه وحوالين اللعيبه الجداد. يعني عندنا عمر كمال عبد الواحد عندنا وسام لعيب فلسطيني ممتاز وليه سي في قوي ورغم صغر سنه ان هو عليه امال كبيره جدا. مودست بدا يفوق بدا يشوف ان هو لا معدل تهديفه بيزيد في المباريات اللي فاتت دي. فبالتالي لا احنا دعم الجمهور شيء مهم جدا مش بس دعم الجماهير في الملعب. لا عايزين الفرقه تحس بده في الشارع وعلى السوشيال ميديا في كل المنصات. لان الحقيقه يعني بدون جمهور النادي الاهلي وبدون دعم جمهور النادي الاهلي ما كانش هيبقى في اللي هو فيه دلوقتي. فبالتالي احنا كلنا لازم نبقى حوالين الفرقه ومش حوالين فرقه الكره بس كل الفرق.